سيدنا، السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وغسيل جديدة. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الوصفة ديال الكعب الغزال ولا الكعبة، حنا كنقولوا لها الكعبة في الجهة ديالنا. دونك بواحد الطريقة اللي هي جد جد سهلة وبسيطة، اللي حتى المبتدئات يقدروا يعتمدوها، وكتجي غزاله ومعلكه بطبيعه الحال لا غوسيت ديال ماما كي ديما. دونك غادي نبارطاجيها معكم. الوغ الوصفه، المقادير وكل شيء راه كاين في صندوق الوصف. دونك غادي نخليكم كل واحده دير العبار اللي كيناسبها. اللي بغات دير كيلو ديال اللوز دير معاه نص كيلو ديال العجينه، واللي بغات دير نص كيلو ديال اللوز غادي دير ربع ديال العجينه. المهم انا غادي نخلي لكم ديتاي في صندوق الوصف. اول حاجه كنديروها هي الليلة قبل بطبيعة الحال، غادي نسلقو اللوز ديالنا. ما كنسلقوش، انا كنديرو غير في الماء طايب، وملي كتبدا يتقشر صافي كنصفيه وكنقيه وكنطحنو مع سنيدة وكنخليه باش هكا الغد ليه كتجيني سهلة. بحال انا كي خدمت مثلا اليوم درت، فان اليوم فاش كنت كندير الفيديو درت اللوز بالليل، والصباح ملي بديت كندير الغدا درت معاه العجينه، وفي العشيه خدمتها كومسا خليتها ليل كامل باتت كتنشف على خاطرها، والغد ليها عاد طيبتها. دونك هكا كتجيني سهله. هي بصح على 3 ايام كتقول بزاف، مي هكا احسن كاع ما كتحسوا كاع بها بلي راكم درتو شي ايفور ولا شي حاجه. دونك كنخلط كاع داك المكونات ديالي. انا غنجمع بماء زهر، الا ما كانش متوفر ديروا غير الماء. راه ديجا غادي نديروا الزهر في العقده. الوغ انا غنقسمها على ثلاثه. العجينه ديالي ما خصهاش تجي رطبه بزاف، خاصها تجي شويه قاصحه، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوها مزيان وكنديروها في خنيشه الميكا ولا كنغطيوها بهذاك لوفين بلاستيك. انا قسمت على ثلاثه لحقاش ما غاديش ندير كميه كامله ديال اللوز. خديت كيلو ديال اللوز ولكن ما غاديش نديرو كله، غادي ندير غير شويه ديال كعب غزال وشويه ديال واحد الحلوه واحده اخرى اللي غادي نوريها لكم كتجي سهله كيقولها الشهده، و شي الاخر غادي ندير به الملوزه. دونك دابا غادي نبارطاجي معكم كيف ليكم غير ديال الكعبه. دونك انا غادي ناخذ، المهم انا قلت لكم كيفاش توجدوا اللوز ديالكم. كاين اللي كيشريه غبره، غيزيد شويه ديال الزبده، غيزيد شويه ديال الزهر، غيزيد شويه ديال الكونفيتور. البيض انا ما كيعجبنيش بزاف دونك ما نقولكمش ديروا في العقده ديالكم البيض. المهم انا غادي نخلي لكم المقادير، واللي جاها ناشف تزيد شويه ديال كي قلت لكم شويه ديال الزهر ولا شويه ديال الزبده ولا هذا. هادشي اللي كتشوفوا بيد انا المسكه الحره، هذا كيبقى اختياري. اللي بغات ديرها، اللي كانت متوفره عندها ديرها، اللي ما كانتش متوفره عندها بلاش. هي كتعطي واحد النسمه اللي هي رائعه. غير جوج ديال الحبيبات، حيت انا درت غير نص كيلو ديال اللوز، جوج ديال الحبيبات راهم كافيين كينسمو كيعطيو داك اللذه ديال الحلوه المغربيه ديالنا. صافي بلاصه العسل، اللي ما عندهاش العسل بغات دير كونفيتور تقدر تغومبلاسيه بالكونفيتور. هي لا على باز لا غوسيت راه هي في الحقيقه بالكونفيتور، ولكن انا كندير ديما العسل، كنقول احسن من الكونفيتور. كاين اللي كيدير الجلوكوز ولا ماش كيقولوا ليه انا الجلوكوز هكا. دونك كل واحد شنو كيدير. دونك الزبده الا شتي العقده ديالك جاريه بزاف تقدري تزيدي مع واحد المعلقه ديال النشا، ولكن لا تباتي لا غوسيت هكا كيف غنعطيها لك. نورمالمون ما غاديش تغادي تجيك عاديه بحال اللي غادي تجيني انا. دونك غادي نخلط اول حاجه هكا في هاد السلادي هذا حتى نحس بكل شيء العناصر تجمعات مع بعضياتها، ومن بعد غادي نحاول ندلك داك العقده ديالي باش كتندمج مزيان داك العناصر كامله كتزيد ترطب الا بغينا نقوله في الخدمه ديالها. دونك هاي العجينه اللي كنحصل عليها ديال العقده كتجي بحال هكا، كتجي سهله في الخدمه ديالها. نشكلوها كيف ما بغينا، اون فري بات داموند زعما كتجي زوينه تتبحل هكا بلا طياب بلا والو. اللي بغات دير بها هذوك الحلوه اللي ديال اللوز اللي ما كيطيبوش بهذه العقده هذه تقدر ديرها حيت ما فيهاش البيض. دونك فوالا، غادي ندير واحد العبار. المهم الناس كاع كيديروا 17 غرام، ولكن انا جاتني صغيره شويه دونك قلت ندير 20 ديال الغرام في الحبه، وهكا كنسربي دغيا حتى هي كتسالي دغيا. دونك نحطوا داك اللي نديروا دي بودان بحال هكا. المهم احنا عارفين الطريقه، وضروري ما نغطيوها باش ما تنشفش لينا داك العقده ملي نكونوا كنخدموا. دونك البنات انا غادي بديت الخدمه، دونك ما درت لا طحين لا حتى شي حاجه، لصقات ليا شويه ولكن معليش بقيت كنعافر معاها، ما بغيت ندير لا طحين لا زيت لا والو. اللي ما عندهاش لا باسيونس، اللي ما فيهاش ما تعافر تدير شويه ديال الطحين، هي ما كتلصقش بزاف، ولكن المهم انا لصقات ليا شويه ملي كنت كنخدمها، ولكن معليش. دونك كنحطوا داك الحربول ديالنا وكنبداو نخدموه، كنحاولوا نخليوه من تحت عريض وحنا طالعين وحنا كنرقوا.
هذا الضغط اللي كنضغط على الجوانب باش نحيد داك الريح. انا قطعت بالجراره بالموس ديال البيتزا، فما عنديش الجراره، ما عرفتش فين هي، دونك قطعت بهذا. ودو توت فاصون ما غاديش، البلديه كتجي بحال هكا، كتعجبني بحال هكا. وهذيك اللي منقوشه بالجراره ولا بلاش ما كيبانش، دونك نقدروا نقشوها. اللي عندها بحال هذا المنقاش ولا المنقاش تقدر تصاوب به. دونك كنحاولوا نقرصوا مزيان داك الكعبه ديالنا، لحقاش الا ما قرصناش مزيان ملي واخا ما فيهاش الخميره، ملي كطيب كتنفخ شويه، غادي تشوفوا شي وحدين ما منقوشينش مزيان. ايفاكتوالمون هادو اللي كندير قدامكم في الكاميرا، حيت انا كنخدمها محطوطه فوق سطح العمل. وكاين هكا، هذه هي الشهاده اللي قلت لكم، اللي ساهله، اللي لقى ياخذ هاد الطوابع هادو. فرانشمون في الحقيقه الحلوه دلوز نقدروا نخدموها غير بالطوابع، وكتاخذ معانا وقت قل، ما فيهاش بزاف ديال المجهود، وكتجي غزاله. المهم انا غادي ندير لكم واحد الفيديو واحد اخر باش غادي نخدم فيه الطوابع اللي كنت جبت معايا من المغرب لمتواجدين، واثمنه جد جد مناسبه وسهلين في الخدمه ديالهم. هذا غير حيت ما لقيتش كي ندير نقطع على فيديو وانا نخليها، دونك قلت معليش نبارطاجيها معكم. ولكن الفيديو راه غير الكعبه. دونك فوالا، كتبركو تو فاسيلمون تو سامبلومون وكتحطو في القنت. المهم انا غادي نكمل هكا، درت شويه ديال الكعبه، درت شويه ديال هذه شي لاخر درتو غريبه. دونك بارطاجيت معكم، بارطاجيت ديجا لا فيديو ديال غريبه ديال الكركاع، دونك ما غاديش نبارطاجي من الاوزه اون توكا، ماشي دابا، من بعد. وغادي نحط الكعبه ديالي، غادي نخليها تنشف الليله كامله، وعاد غادي تغدى، عاد غادي انا نطيبها. فوالا هذا هو الشكل ديالها. وهذيك البلديه اللي كتعجبني انا هي هذه، كتجي سامبل ولكن كتجيني هي اللي همويه كاع، واخا هذوك منقوشين كتعجبني انا هذه اكثر من هذيك اللي منقوشه، حيت واقيلا ولفناها. دونك دابا الغد ليه الصباح، انا غادي ندهن بالزبده الذايبه الكعبه ديالي كامله قبل ما نديرها في الفران. دونك كندهنو مزيان، الفران ديالنا كنسخنوه على 170 درجه، كنخشيوها. الوغ قبل ما نخشيوها باردون، غادي نسرى خاصكم ولا بد نتقبو العجينه واخا ناشفه، خاصنا نتقبوها مزيان. انا كنتقب من الفوق ومن تحت، نقدروا نديرو حتى الجوانب ونديروها في الفران على 170 درجه كي قلت لكم 21 دقيقه. الوقت اللي خشيناه في الفران، انا كنوجد هاد اللعيبه معش غادي نقول ليها، باش غادي نعاودو ندهنوها مره اخرى باش يجينا داك اللون الموحد ديال يجي محمره بنفس الطريقه. دونك كناخذ البيض ديال البيضه، كندير معاه كشتون عبر صغير بالغطايه ديال القرعه ديال الزهر، دونك معلقه ديال الزهر ومعلقه صغيره ديال سكر كلاصي، وغير كنخرجها من بعد 20 دقيقه من الفران. كنحاول ندهنها كامله، ما ندهنهاش من تحت باش ما تلصقش ليا، واخا انا عندي الورق الطبخ دونك معليش، ولكن دو توت فاصون ما نقدرش نهزها باسكو سخونه بزاف الا خرجتها من الفران. دونك كندهنها في بلاصتها وغنعاود ندخلها الفران باش تحمر واحد 5 دقائق وينشف داك البيض. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى تكون عجبتكم، ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، والى لا غوسيت المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.